وحي دولة حي مكين كامل قاعد دريل ما شاء الله ورجع ارجع ارجع قحدة ميدا ميدا ديال بصح مشاهدينا في هذه اللحظات من احد من امام احد المدارس الابتدائيه. الوليدات ما بقوش قادرين يكونوا جمله مفيده والامهات ديالهم واقفين في هذه اللحظات كيطالبوا. ادوينا معك ما تكونش بس. إذا المشاهدين شوف تي في أهلا ومرحبا بكم الآن في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات كما كتبعوا أمهات التلاميذ هنا في منطقة ليساسفة ميدا الروينة أمام أحد المدارس الابتدائية بالضبط ابتدائية الفلاح. يعني الوليدات كيجيو باش يقراو في الآخر ما كيلقاوش كيلقاو أساتذة ولكن ما كيدخلوش يقراو بحجة الإضراب. الوليدات ضايعين الامتحانات قربوا الضفاشر خاوين الدراري ما بقاوش قادرين يكتبوا جملة مفيدة والوليدات يعني كيجيو باش يقراو وكيرجعوا كاملين لديورهم. يعني الام كتوصل ولدها من بعد نص ساعه كتلقى الولد حق عليها المدرسه. خويا السلام عليكم. المشكل اللي عندكم كتجيبوا الوليدات كاينين الاساتذه ما كيقراوش. كاين الحضور ديالهم وليداتنا ما تيقراوش والساتذه غادي يجبدوا لي المقرر غادي يدوز واحد غيديروا واحد الفرد ما عندوش ما يجبد. اللهم الامتحانات دابا قربوا. ايه انا ولدي داير الفرد ما عندوش ما يجبد راه عنده الريديات ما عنده ما يجبد فيها ما فهم ما عنده ما فهم حتى شي حاجه حط ليها سميتو الورقه خاويه. يعني كنا مضرورين كنا وليداتنا مضرورين الا عفاك كنطلبوا من المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين شوفوا من حالنا وشوفوا من حال وليداتنا راه هذا الشيء هذا ما خدامش لا بالنسبه لنا ولا بالنسبه للاساتذه الله يرحم لكم الوالدين ديروا شي حل مع الاساتذه الله يجازيكم بخير. يعني الاساتذه راه ما عندهمش حق اصلا يخليو يضيعوا الدراري. شوف انا كنطالب الله يرحم لك الوالدين اخويا انا كنطالب وليدات يعني وليدات الشعب راه طايع. انا اللي كيشوف في الصباح وكيقولوا لي ما الاساتذه كاينين ولكن ما باغينش يقريو راه وليدات الشعب مضرورين بزاف راه بزاف راه هادشي راه الدراري فروض راه ما بقى والو ما بقى والو يشدوا لنا هادشي راه عيب راه حرام راه الدري الصغير هو اللي واخد الطرح يعني الانسان هو اللي ضيع ضيع الدري الصغير بزاف كاين شي دري صغير ما فاهمش كيدخل مسكين كيجي في السرويه باش غيدخل كيقولوا لي ما كايناش قرايه واساتذه كاينين علاش هما كاينين وما كايناش قرايه اش راه امبوسيبل شو ما حتاش خصا عندهم طالعه والدراري الصغار يضيعوا راه حرام هادشي اش راه حرام ما كاينش حتى في الدين عندنا راه حشومه عليهم والله حتى حشومه عليهم وعيب. الدري الصغير شنو دلبو الدري الصغير جايب على الصباح باغي يقرا وفي النهايه تيقولوا لي ما كايناش قرايه اشنو كاين راه ماشي عدل هذا بغينا حقوق الدري الطفل حقوق الطفل تحضر بغينا الدري يقرا احنا علاش كنخدموا راه كنخدموا على وليداتنا وكنجروا على وليداتنا راه عيب عيب وعار. واخا دابا المشكله دابا انتم كتوصلوا الدراري ربع ساعه شنو الساعه بقى يحق عليك في الدار. اه دغيا انا قولي انا خدامه ما كنكونش ملي كتجي انا للدار كتقول لي يا بنتي ما كايناش قرايه ماما ما كايناش اساسيده الحارس كنقول لها سيري عند الحارس كتقول له حارس في الباب كنقول لها ما كايناش اساسيده رغم ان الاساسيده كاينه لداخل علاش؟ رغم الاساسيده كاينه لداخل ولكن كيقولوا لهم ما كاينينش ولا كترجع فين كترجع راه عوبه الشارع راه حشومه. انت ام كتجيب وليداتك يتبعوا الدار خويا حنا ملي تيجي نهضروا مع المدير تيصفق حنا العيالات حارس العام جيت نهضر معاه ناقش المدير اشنو قال لي قال لي راه مؤسسه راه عنده حق بنتي تقرا عنده ويقول لي لا هذه راه سميتها راه لا ماشي مدرسه قال لي هذه راه سميتها قال لي هذه راه تسمى محل سيكوري بحال شي حاجه بحال هكا قال لي ما حشم ما والو من تيجي يهضروا العيالات تيجرهم وتيصرفقهم ما عندوش الحق يصرفق العيالات وتيمشي يجيب لهم البوليس من تيصرفق العيالات تيجيب لهم البوليس. يعني دابا الوليدات ضايعين. اه ضايعين هاد العام عرفتي ورقه خاويه والو الصفحه خاويه عرفتي شنو هي الصفحه خاويه الصفحه خاويه هاد المدرسه ماشي هما ولادهم معايا ولادنا راه ضايعين اللي ما عندوش كاين اللي كاري كاين ما عندوش ما ياكل عاد يمشي يدي ولادو لبريفي راه ما كاينش راه ما كاينش الحقوق هنا في هاد المدرسه اكثر هاد المدرسه ما فيهاش الحقوق ما كاينين
كايناش ما كاينش ما كاينش تعطيهم وقت. شحال من دري تغتصب هنايا في هذا الكاريان، شحال من دري ولادنا ما تيكونوش قارين وتيصيفطوهم جيت الكاريان. ما واش مكينه مخيره فيهم هنا خدامه مسكينه على ولادها، مخيره فيهم خدامه هنا على ولادها وتيطلقوا تيطلقوا الدراري يمشوا للكاريان. اسم المؤسسه هذه؟ ودابا زيدين مضيعين في قرايتهم حتى شي دري باقي قرايه. كتبعوا مشاهدينا في هذه اللحظات من امام هذه المؤسسه التعليميه نايده الروينه ديال بصح. الامهات الاحتجاج ديالهم امام المؤسسه التعليميه ومطالبتهم ان الوليدات يرجعوا يقراوا، فعيب وحشومه ان الوليدات بهذه الطريقه هذه انهم يضيع عليهم العام ديالهم. ها هما دابا الوليدات مالهم ما كيلعبوا، دابا الوليدات غير كيلعبوا. كتوصل ولدها ربع ساعة ثلث ساعة كيلحق عليها للدار.